حاسين باللي رئيس ديال المقاطعه هو اللي رفع لنا قضيه، رئيس ديال المقاطعه الثانيه يعني الام ديالي ما كاينش في هذه القضيه، الاخت ديالي كانت عندها 14 عام وانا كانت عندي 12 عام في ذاك الوقيته اللي دايرين الام ديالي مجهوله، يعني الام ديالي كانت واقفه على ذاك الورق يحطوا لها الاسم ديالها والنسب ديالها في الاول واسم ديال الاب ديالها والنمره ديال لاكارت ناسيونال ديالها اللي كانت هي اللي رفعت الدعوه. بالنسبه لهذا الورق الام ديالي ما رافعاش دعوه نهائيا، والاخت ديالي عندها 14 عام ما عندهاش اللاج اللي ترفع الدعوه. امي الكبيره مجهوله. وفي هذه الورقه عاوتاني دايرين اختيار اسم الاب واختيار اسم الام باللي بجوجهم مختارين. دابا حنايا واذا قلتي لي بان هنا زور كنقول لك اياه، باين ان هنا الزور. انا اللي كنقول لك حاجه وحده ولدي، حنا ما بغيناش نوصلوا لهاد الدرجه باش ندابزوا مع الاب ديالنا. حنا خرجنا سلميين، هو خرج عاير. حنا خلينا هذاك الشيء للمحكمه، ما عايرناش. النبي قال لك انت ورزقك كله ملك لابيك، ما عندك ما دير. ولكن رجعت يا استاذ زين عاد القلم، ما كاينش كلمه هي الاخرى ديال المعيار وجهناها ليه حتى لحد الان. وضروري نتمنى انهم كتعايروا، انتم ماشي مسخوطين والديكم كتعايروا باكم. الحمد لله. خصكم تقبلوا باكم بعيوبه. الام تكون دارس لي دارس كتبقى امي ولي حداليا نقتلو وكتبقى شريفه ولي قلب الدنيا وما فيها، لان امي با كذلك انا ما با يقالوا لي وقالوا، والا نكونوا حيوانات. هل اللي بغيت نقول لك الناس كيقولوا مضغوط باللي واذا مضغوط غتحيدوا له ديك الضغط، وحنا راه عارفين باللي الضغط السبب ديالو هو هاد المراه هادو اللي زورتنا هاد الاوراق هادو كاملين. دابا انا ما قلت لك حتى شي حاجه للعيب، وذا تثبت بان باك مازال متعنت لان ملبوس ما عندك ما دير منه، دا الشيطان هو الظلم مشى مع المفسدين ومع الظالمين ومع المخطئين، حينئذ غادي نضمنوا معكم باش يتربى التربيه ديال الصح. ولكن ما يمكن ليش نبدا بالافتراض انه ما باغيش يحل المشاكل، لان كيبقى اب وهذا نداء. ما تفضلش المراه على الانسانيه، ما تفضلش المراه على الله، ما تفضلش المراه على ولاده، ما تفضلش المراه على 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 البلاد اللي عطاتو او اللي غتحيد له، لان الله كيعطي وكيحيد والبلاد كتعطي وكتحيد. ولكن هو دايرنا حنا في كفه ودايره راسها هي في كفه، ولادو في كفه وحنا في كفه، كتقول لا بغيتي هادو سير ليهم. دابا ولدي ودا بغيتي ترجع للمعقول، كخصك الحقد وهاد الضغينه، وكنفهمها انا كنفهمها، كخصك تجاوزها وكخصك تقول انا مستعد نشوف با ونشوف مع المحل اللي بغى، ولكني انا ما نعيشش نتيجه زور وتأويل ديال الحقيقه صافي. وهذا واجب عليه، كاين ما يصدقش عليك اولدي. يعني هو شنو خصو يدير؟ خصو ينوض ويعترف قدام هذا، يعترف ويمشي للقضاء ويعترف ويطلب النسب ويعترف ويسجل لكم سميتو ويحبس الصدا، واذا المراه هي اللي غواتو خصو يدير مع المعقول. بالنسبه لحقوقه هما سي حقوقهم مضمونه، يعني واخا كتشد الاملاك ديالو للزوجه ديالو. نادي خاوي هادي كاين واحد الدعوه كتحيدها البوليانيه، كتحيدها لها في ربع ساعه المكانه، كدير واحد الدعوه مدنيه بانه مشى خبع رزقه في السميه ديال مرتو، كتقول له اجي التكشيره ماشي ديالك، لا منين شريتها منين جاك وردت، هذا ديال سيدي مشى تخبع فيك، حط الناني داكشي ساهل ماشي شي حاجه واعره. اللي واعره هو انه الخلاف الوضعية المبنية على الغش وعلى الزور وعلى الظلم وعلى عدم الأخلاق ترفع في المغرب، يعني مهمة، لأنه إذا وصلتنا للحقيقة هذه النتيجة هذه غتساعدوا بزاف ديال الناس في وضعيتكم، بظن بأن أنتم بوحديتكم أنتم مثال ديال بزاف ديال الناس. بون كي ولدو من بعد كيسمحوا في المراه ولا كيسمحوا في ولادهم، هذيك الحاجه اللي جعلت ان المغرب كيتراجع والسخط ديال الله كيبدا ينزل علينا كلنا. قبل واحد النقطه استاذ ديال هاد الاوراق هادو منشيهم بان لك بهم باللي كاين بزاف د الخروقات. لا كاين الزور هادو اوراق مزورين، هادو لا نقاش بهم، حنا شي كن واخا يكون بنادم دري مع هذا ودا بغى يغمض عينه لانه الفلوس طمعه او المكالمه منعت المداولة
فهمتي اولا الخبز يكون حتى هذاك القاضي اللي غادي يكون عنده الدوسي حتى هو داير نفس اللعبه اولا الماده لعبه ديالها او التليفون خدم ما بقاش حنا نصدعوا راسنا بلا فيده. اما الراجل القاضي النازل كف ما فيها نقاش غادي يقول له اجي ودي اجي المراه هادشي ماشي تبع اجي العدول اجي باها اشنو درتي اشنو كاين هاد البنت هذا ماشي هو هذا القص ديالكم وهذاك علاش كتقول بان عبد الله مش عبد الله كتعتب معنا كلش عبد الله كنا عبد الله عندك كاين عزيز من بعد تكون تيجي بنيه انك تقع دعوه ديال التزوير على ايمان دحال معيه الاستاذ زياد اللي سمعتي كاع الهضره هذه شنو دابا ردت فعل ديالك؟ من سمعت هاد الهضره لقيت بلي الاستاذ زيان ما كيبغيش يتدخل في هاد المشاكل ديال اللي كيكونوا بين الاب والابن ديالو، مع الرغم ان المشكل اللي عندي دابا انا ما عنديش مع الاب ديالي، الاب ديالي عارفه بلي مضغوط من واحد الناحيه ومخلي كلشي في القضاء. الدعوه ديالنا في القضيه ديال تبوت النسب انا اللي بغيت نعرف هي علاش هاد المراه ديالو ناضت وخشات يديها في هاد الوراق كامل وناضت تزورات وتات الاخت ديالي 3 سنين وجوجاتها عند الاب ديالها وهادشي كامل باش تاخذ لنا نسب حنايا بوحدنا نتعزلوا على النسب ديالها. حيت هي من شحال هذيك كتحلف كتقول لهم هاد الدراري ما يدخلوش مع ولادي في الحاله المدنيه. اذا دابا من الاستاذ زيان بعد الاطلاع ديالو على هاد الوراق هادو تبت فعلا بانه كاين تزوير لكنه خدم الجانب الانساني على الجانب القانوني، واش حتى انت غتخدم الانسان الجانب الانساني وغادي تحاول تنازل على هاد الدعوه او تنازل على انك ترفع دعوه او مازال غتكمل في هاد الطريق وغتشوف محامي واحد اخر؟ انا بالنسبه للهضره اللي قال الاسلوب المحامي الزيان خديت بمحمل الجد ديالها وعجبتني هذه الفكره هذه ديال التفاهم وكذا، ولكن حتى لحد الان انا باقي عارف هذوك الناس ما باغا لا تفاهم لا والو وباقي الحمد لله غادي نرفع قضيه ديال التصوير. ان الله على كل شيء تكل على الله تكل على الله، الله راه كيبدل الاحوال والاشياء. اما ان المراه ما بغاتش تسجل في الحاله المدنيه، واش المراه كتخاصم راجلها مع والديها وهي المراه الراجل ما دي استطاع يبعد مرته من والديها، والمرأة 90% أولا كتخصم الراجل مع والديها، كتخصمه مع خوته، كتخصمه مع عائلته، كتخصمه مع أصحابه. أنت شكون الأمور واضحة، هذه الطبيعة ديال المرأة اللي مع الأسف عندها واحد الطرف ديال الجنونية باش ما نقولش شي كلمة واحدة أخرى اللي كتجعلها كتبغي بين عن طريقها الشيطان كيحاول يدفعك للخبث. الراجل اللي خاصو يكون صريم واقف، ولادي ولادي، والمراه اللي ما تبغيش بولادي ما عندي ما ندير تصلتها، انا ما كتصلح ما كتسوى. واذا ما بغاتش الخير لولادي بغات الخير غير راسها ولادها، هذه مرة ما بغات ليش الخير، لان انا والناس ديولي لا وجود لهم بالنسبه ليا هي، وهذا اللي غير مقبول، هذا اللي غير مقبول في المغرب. ما قلتيناش مستر عزيز على السؤال ديالي، واش غتكمل في القضيه وتشوف محامي واحد اخر اولا غادي تخدم الجانب الانساني وغادي تنازل على هذا؟ بالنسبه للجانب الانساني كان مودة عندهم وشي حد الان باقي فاتح لهم المجال، وكما شفتي باللي اخر وقيته كانوا دايرين باللي واحد الجلسه ديال الصلح والمراه ديالو اللي ما بغاش الصلح هذا كانوا دايرين هما العائله ديال الاخوات ديال عادل وخوتو كانوا دايرين واحد الجلسه ديال الصلح، وايمان اللي ما بغاتش جلسه الصلح تكون قطعت فات عليهم التليفونات وبزاف د الحوايج. وبالنسبه لقضيه الزوار انا عارف بلي هذيك السيده هي اللي قادت هاد الوراق هادو كامل وهي راه باقا مضغوطه لحد الان، حيت عارفاني انا غادي نرفع عليها دعوه ديال الزوار، وانا الحمد لله غادي نرفع دعوه ديال الزوار وغادي نعرف علاش هاد السيده هادي زورتنا هاد الوراق وشنو كان السبب ديالها، واش الورد ولا انا السبب ديالها الوحيد اللي عارفه هو الورد، شي حاجه اخرى ما كايناش. اسمع دابا انت بيدك بلا ما تفطن بينتي بان يد الله فوق ايديهم، بان خوته اي عمامك كيدخلوا خيط ابيض باش يوصلوا للصلح. علاش غادي يمشيو يديو مع مرته؟ يبداو مع خوهم ومرته ايه؟ مرته خصها تسيب راسها بانه العائله والمجتمع والقانون كيقول لها حبس عند حدك وما تفوتش حدك والا غادي تعاقب. راه ما كتطلبوش الخير، ما كتطلبوش الصدقه، راه كتطلبوا حقكم. شكون الامور واضحه وهي اللي منعتكم من حقكم، وهذا ما عندهاش الحق. هذا ما كيقبلوا لا الله لا المجتمع لا القانون، وهذه تعاقب.
عاد تعاقب عقاب شديد شديد، لانه ظلمت قاصرين، ظلمت قاصرين، وخليوما ما ظلمتكم لان كنتو قاصرين، فهي تكرفست على على بزوزات. ميمكنش الله ما يكون شي من جهتكم، وهذه ودا تغنن مع المجتمع ومع الله سبحانه وتعالى، غتمشي غتشتت. الذكاء هي تفهم بانه جا واحد الوقت ان الحقيقه خصها تبان وكتعترف بها وكتشوف كيفاش تصالحكم باش تربح الجنه. اش بخاليه ما دير في الدنيا. نقدروا نعتبروا بان هذا انذار بحال ما اذا ما استجبتش لجلسه الصلح محمد زيد غير فعله. انا كنقول لك ودا تثبت ليا انه عادل الميلودي ملبوس بالطمع وبالرغبة في أنه يظلم أولاده، أنه يمنعهم يوصلوا للحقيقة، أنه غادي ينبطح أمام واحد المرأة ضدا في عائلته وفي أولاده. هذا إنسان أنا كنعتبر بأنه الواجب الديني أنني نحاربه. باش كنت عدمت الوقت المدة؟ لا هذا ما أنا المدة أنا المده الكافيه الله بوحدو كيعرفها. انا كل ما هدباهم عبر عن رغبتي في حل المشاكل بصفه جديه ومعقوله خصني نامن به، ما عنديش اش نشك في اخلاقه. انا الى حد الساعه باقي كنقول بانه رجل مزيان الله عطاه، رجل ثابت، رجل دياني، رجل معقول، ما عنديش اش نشك في 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 الخير. انا ولد الخير وكنثق في الخير وفي الصلح. انا ماشي عنيف ولا راجل كم انا لا ابحث عن الصراعات. عزيز تعطي فرصه اخيره ولا تنتقل للمرحله ديال انك تتفق على مباشره؟ بالنسبه كما قال الاستاذ زيان، الفرصه الاخيره اللي عطيه هي نهار 24 ساعه، ما تبقى صايي نرفع دعوه ان شاء الله. كلمه اخيره؟ كلمة أخيرة، كنبغي نوجه تحية لكاع الناس اللي واقفين معايا من الأول، كاع الناس اللي دعموني، لا الصحافة لا اليوتيوبرز، للناس اللي واقفين معايا كنبغي نوجه لهم تحية كبيرة من هنايا. كما قلت لكم الدعوة اللي كنتو باغينها ديال الزوار تابت على هذيك السيدة، وإن شاء الله إلا ما فهموش راسهم في هذه الأيام إن شاء الله غادي يرفع الدعوة، وأنا غادي نرفعها يفهموا راسهم ولا ما يفهموش. حيت هذيك السيدة تعدات عليا أنا الأخت ديالي، ومن بينها صيفطات الأخت ديالي للحبس وبزاف الحوايج. هذيك السيده غادي نتابعها باش القانون ان شاء الله ياخذنا الحق ديالنا. ولكن عطيتيهم مهله ديال 24 ساعه. 24 ساعه فقط. ما هذا ما كاين، هذا ما كينظرش با. انا نقول انا نقدر نقول لك الولد ما كيعطيش انذار نباه. ماشي با، هذه المرت ديال الاب ديالي هي اللي هو داخله في هذا الشيء كامل. القرار في يده ماشي في يدها. دابا انت كتظن بان القرار في يدها، لا القرار في يده. علاش انت بيدك انت كتساعدها؟ انت ملي كتصرف انت واختك امنيه كتعطيوها قيمه اللي ما عندهاش، ما عندها قرار، قرار عند باك. ومع هذا ودا ما كانش راجل يقولها لينا، ودا ما عندوش اراده في يده، ما تعطيش انذار لباك. تقول له وما تهددوش بمرتو، قول له با خممها مزيان، فكر مزيان، حنا راه ولادك بغيتيها ولا كرهتيها، غدا تلقى مع سيد ربي، اش غتقول له؟ يمكن لك تكذب على ما بغيتي، غتكذب على الله، على مرا تكذب على الله، تمشي لجهنم على مرا، مرا عندك حسن من الجنة، حسن من الإسلام، حسن من الله، حسن من ولادك، حسن من كرامتك، من عظمتك. هاني كنقول لك أنا. كلمة أخيرة كما قال الأستاذ زيان، ما ننظرش للأب ديالي، وهو اللي متكلف بكل شيء، يعني هو عنده الإرادة وعنده السلطة الكاملة، ينوض يعترف وهو عارف بلي حنا الأبناء ديالو، وعارف متأكد إلا كان مضغوط حياته هذيك ما كانش مضغوط، المهم ينوض يعترف، ومن هنا القدوة ديال الدعوة ديال الزوار غادي فيها إن شاء الله.